أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد، أحييكن بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني سبحان الله، هذه المجالس تريح النفس، خاصة مع التقصير في جلسات تأملات. ويمكن أمس في وأنا راجع بين فترة وفترة كذا صفحة اليوتيوب، لقيت عتابا صادقا جميلا عذبا من واحدة من الأخوات. قالت: أنا أتذكر أنت قلتين إذا رأيتم مني تكاسل هزوني، نفضوني، خبروني، شجعوني. وحقيقة يعني اللي حال بيني وبين الحلقات يعني شوية ظروف، يعني كما يقولوا إيش، خارجة عن السيطرة، لكن سأل الله تعالى التيسير إن شاء الله. هذا الأسبوع بإذن الله تعالى لنا عودة إن شاء الله للتأملات. حقيقة كما ذا الرسالة يعني ما ممكن إنه أنا أطوفها، فجزاها الله خير، والحمد لله إنه لي أخوة وأخوات طيبات يعني يذكروني بالخير، وهذا اللي إحنا نريده، إنه نذكر بعضنا بعض ونشجع بعضنا بعض وندعم بعضنا بعض. وإن شاء الله هذا المجلس أيضا هو مجلس دعم ومجلس تذكير ومجلس ذكر بإذن الله تعالى، نصل من خلاله حاجة كذا كما يقولون نرتفع سلمة بإذن الله. وقبل ما أتكلم عن هجرة أو الهجرة، وتعمدت أنها تكون بدون ألف لام، أن تكون هجرة فقط، ولسبب راح أخبركم فيه. ولكنه قبل راح أخبركم قصة واحدة من النساء، ويمكن شوية بفصل فيها بس عشان أوصلكم لنقطة واجد مهمة، إنه الإنسان أحيانا الله سبحانه وتعالى يعطيه فرص، هذه الفرص عشان يتخذ قرار، بس هو يظل ماله يؤجل اتخاذ القرار هذا. هذه المرأة جاءتني في أحد المرات تريد يعني استشارة، وهذه المرأة تخيلوا يمكن تقريبا تحكي بالتليفون ما يقارب 3 ساعات، تحكي لي قصتها كامل من الألف إلى الياء. فتقول إنه لما كانت صغيرة طالبة، وهي طالبة متميزة في المدرسة، تقول في مرة من المرات أنا خرجت، طلعت من المدرسة وركبت مع بنات الجيران، جاينهن أخوهن يشلهن، فركبت معاهن، جيراننا جيراننا، تقول جيراننا يعني البيت بالبيت، بس مو قالنهن بعد المدرسة، قالن بنروح المزرعة، يعني بعد المدرسة يروحن المزرعة. فتقول طبعا لأنه أنا ما استأذنت من أهلي إن أنا أركب معاهم، فلما ركبت معاهم السيارة راحوا المزرعة وجلسوا في المزرعة إلى أذان المغرب. طبعا الأب يدور بنته ما لاقى البنت، فتقول أتذكر إنه لما رجعنا من المزرعة يعني مع صديقاتها أو بنات الجيران وكذا، وطبعا الأب من ثورة الغضب ربط البنت، ربطها وجلدها جلد محترم، وبعدها حكم عليها، وهي كانت صف السابع الآن، أول إعدادي، السابع الآن يسموه. فتقول جلدني جلد وضربني ضرب مدمي وربطني، ومن بعدها قال لي ما في مدرسة، خلاص حكم عليها ما في مدرسة. تقول فظليت، بالرغم من إنه على فكرة والدها رجل غني وعنده خير، حتى لدرجة تقول عندي مثل تعرفوا المربية يعني خاصة حالها وحدها، يعني شوفوا لهذه الدرجة. فتقول أساسا إحنا كان كل شيء سوالنا إياه، فحكم علي فوق إنه حرمني، خلاني أروح أرعى لأنه عنده مواشي وكذا، خلاني أروح بعد أرعى، ترعى الهوش مع الخدم اللي عندهم. فتقول ظليت تقريبا يمكن 3 سنوات
وهي على هذه الحال، وهو حار منها من الدراسة، حار منها من كل شيء. المهم تقول ما دريت وعلمت إلا وقالوا لي، قل تقريبا أنا يعني عمري 16 سنة، والدي يقول لي إنه إحنا زوجناش. طبعا تقول نوعا ما ما كنت حزينة بقدر ما قلت حال نفسي فكه، إنه أنا بفتك خلاص من العيشة عيشة المذلة وكأني ارتكبت جريمة. فتقول لحد لما امتلكت وكذا وما أدري ويش ملكوها وكل حاجة، فتقول حتى ليلة الحنة اللي يفترض إنه هي تتجهز، تقول كان مخليني أروح أرعى وما أعرف إيش هوش طاراً ولا ضاعاً ولا إيش. تقول في ذيك الليلة اللي هي ليلة الحنة لما عرف إنه في مجموعة من المواشي ما عرفتين وين راحن، جلدني في إيدي جلد. فلما جلدها تقول كانت إيدي تدمي ويحنوني فيها، متخيلين أنتو؟ فتقول أنا أبكي في ليلة الحنة. المهم تقول زفوني وتخيلت إنه أنا بعيش خلاص بخرج من الهم وبعيش حياة مختلفة تماما. فتقول لما عشت في بيت أسرة، وهذه الأسرة الناس بسيطين، وهذه طبعا نفس الشيء واحدة من الأخطاء اللي أحيانا لما يكون واحد عايش في مستوى وبعدين تتزوج واحد مستوى أقل. فتقول رضيت بغرفة في ذلك المنزل، تقول كنت بخير وأموري بخير، صح الزوج بلا شخصية وعديم الشخصية، لكن تقول قبلت بالأمر وعشت وكملت الحياة. لحد ما جاء أخوه هذا يتزوج، فجاءت الزوجة اللي هي تبع أخوه وبدت المشاكل في نفس البيت، بدأت تتكلم عليها، بدأوا يؤذوها، بدأوا يتعاملوا معها بشكل سيء. المهم إنه هذه البنت جاءتها فرصة إنه تهرب من ضيق العيش اللي عاشته في بيت أهل زوجها إلى إنه تكمل تعليمها. فقالت أكمل التعليم، كملت التعليم، جابت مجموع فيفترض إنها تدرس، طبعا الزوج رفض. فالمهم عندها أخوات من بعدها وأخواتها مكملات الدراسة وكذا، فقال لها طيب إحنا بندرسش على حسابنا، وكان على أساس أنها حسب كلامها أنه يفترض تدرس في عجمان. ذكروا كان في فترة إحنا عندنا التأهيل التربوي وكذا وكان الناس تدرس في عجمان، فجاءتها فرصة أنه هي تدرس في عجمان. طبعا الزوج أصر أنه هي ما تدرس، ما تكمل دراسة، فتقول ما رحت. الزوج يهين ويضرب، والزوج يسكر ويخمر وصاحب علاقات وصاحب بلاوي، وهي تكتشف هذا الشيء شيئا فشيء. اللي صار انه هذه الحرمة قررت انها طيب بدل ما ادرس اسجل شيء من يعني الدراسات ادرس حاجة. سبحان الله قبلوها في بعثة، يعني قدمت وقبلوها في بعثة. فلما جات نفس الشيء عشان البعثة، طبعا عندها أولاد، زوجها قال لها إذا رحت البعثة تطلقي وأولادش ما تشوفيهم. فقالت تنازلت عن البعثة، فدرست في حاجة كذا مال سكرتارية مال 6 أشهر، مثل كورس كذا مال سكرتارية. تقول درسته لأنه كان قريب هناك في معهد ومسوي مثل هذا الكورس. وبعدها تقول اشتغلت في مدرسة خاصة يعني للأطفال، ولكن الراتب كان تقريبا 80 ريال أو شيء كذا. ومع ذلك تقول لا حياة أعيشها هنا ولا حياة أعيشها هنا، لا في بيت أبوي قادرة أرجع ولا في بيت أهل زوجي، ولا قادرين حتى نخرج بيت وحدنا. المهم تقول ظلينا في غرفة واحدة 18 سنة، أنتم متخيلين أولادها أعمارهم 18 سنة وشباب، أولاد 2 وبنات 4، توأم حسب كلامها أنه في توأم 2 منهم وثنتين. فتقول
بعد 18 سنة كانوا في ذيك الفترة كانوا خواتي يعني يشجعوني على إنه أنا أكمل، يدفعوا لي يجيبوا لي يعني مؤونة يساعدوني. وكم مرة أخوانها يقولوا لها إذا تريدي إنه إحنا ننقذش من هذا الإنسان إحنا مستعدين، وإحنا مستعدين نعمل لش كذا، فهي كانت ترفض. المهم إن الله تعالى وفقها بأولادها الستة ما شاء الله عليهم، يعني اللي هندسة واللي بعثات واللي كذا. البنت الأكبر اشتغلت في أحد شركات النفط، أول شيء سوته قالت أنا أخذ بيت. البنت هذه نقلتها إلى البيت، نقلتها هنا مسقط، هي ما كانت من سكان مسقط، قل نقلتني البيت. وفوق كذا خواتها قال لها إحنا بنجيب لش عاملة. طيب والزوج قالت لازال يضربني، لازال يهيني، لازال يضرب شرفي، لازال أصلا هو من كثر السكر ما عارف نفسه هين من الدنيا. وشفت عليه دلائل للخيانات في هاتفه، ولحد ما تقول ذيك اليوم أنا كنت رايحة موعد المستشفى، فتقول أتصل ببنتي، بنتي ما على عادتها تكلمني يعني بطريقة غريبة، وأنا أتصل أسألها كيف الأمور في البيت وكذا. فبعدين تقول لما رجعت البيت لقيت بنتي قافلة الغرفة وما طاعت تتغدى. فبعدين دخلت على بنتها قالت لها أنت وضعش ما طبيعي. فتقول لها البنت أسألش ما أنت هذا الإنسان مرتبطة فيه ليش؟ قالت لها إيش اللي صاير؟ قالت لها شفته بعيني مع الشغالة مع العاملة. تخيلين إنه البنت تشوف أبوها في وضع ما مناسب مع، فهي اتخذت قرار مسوت، قالت أنا بخلي خلاص العاملة ترجع وبعد ما ترجع بتصرف معه. لما رجعت العاملة بلدها قالت تتكلم معه، إيش سوى؟ راح دفرها على أنبوبة الغاز وانكسرت عندها العظمة، وطبعا اضطروا يسعفوها. زين الان ايش تريدي؟ باختصار تقولي لا تقولي لي طلاق، انت مو باغيه. قالت لي لا تقولي لي طلاق، انا ما اريد طلاق. الفكره هنا احيانا تاتي فرص لانه الانسان يغير حاله وتكون الفرص اصلا مؤاتيه ومساعده، ومع ذلك يرضى على نفسه. ولذلك الله تعالى إذا فتحتم في مصاحف هنا ولا ماشي؟ طيب إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه في سورة النساء 97 الآية 97، إن الذين توفاهم الله ظالمي أنفسهم ما لهم؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. مو يرد عليهم الله تعالى، قالوا ألم تكن الملائكة، يعني طبعا بلسان الملائكة، ألم تكن أرض الله. أحيانا أنت في مكان وهذا المكان لا يصلح ويشكل بالنسبة لك خطر على حياتك، وتأتيك فرص تستعينك أنك لازم الآن تتحرك وتهجر ذلك المكان لأنه لا يصلح لك، أو تهجر تلك العلاقة لأنها لا تصلح لك، أو تهجر ذلك السلوك لأن هذا السلوك بيوديك في 60 داهية. لما الناس ما تفكر وتظن أنه هي صابرة ومعتقدة أنه هي أنا من الصابرين وصابرة علي وصابرة على بلاء، لا هذا ليس بصبر. الآن لو جينا رجعنا كذا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام جلس 10 سنوات في مكة المكرمة، هو يحاول، تعرض لأشد أنواع الأذى، والله تعالى قادر بدعوة من النبي إنه يطبق الإيش الجبال. مكة معروفة منطقة جبلية أصلا، عبارة عن منطقة كذا نازلة وحوالينها جبال، الله تعالى قادر أن يطبق الجبال كلها عليهم وفي لحظة واحدة يقضي عليهم، ومع ذلك كان إيش؟ كان أيضا صابر. هل تكون هي أكثر صبرا من النبي؟ لا، حد يتكلم عن الصبر والنبي أكثر الناس صبرا. طيب
لماذا اتخذ هذا القرار بعد 10 سنوات؟ لماذا هاجر بعد 10 سنوات؟ لأنه كان لابد من محاولات، ما تكون العملية بس أنه أنا واجهت مشكلة يعني أوقف، لا، أحلها الأول، أحاول أحلها. طيب ما قدرت أحلها، لابد لك من استعداد، يعني ما بس لأنه أنا واجهت مشكلة يعني خلاص أنا طالع عنها هذه البلد وأكمل حياتي، لا، المسألة فيها استعداد. ولذلك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كثير الناس دائما يحتفلون بهذا اليوم بيوم الهجرة وناخذ إجازة عليه، والناس تروح تتمشى وتروح السيح وتسوي مشاوي، هو في الأصل يوم للتذكير، واسمه ذكرى هجرة النبي، اسمها ذكرى، وكلمة ذكرى أي أتذكر منها العبر والدروس. ولذلك أي قصة الله تعالى يقصها علينا في القرآن الكريم، وأي قصة أيضا تردنا أو تصل إلينا من السنة النبوية، عرفوا أنه فيها 3 أمور، مو هي أول شيء، فيها أحداث، فيها أحداث قد يكون منها ما هو صحيح وقد يكون منها ما هو غير صحيح، هذه أحداث. الشيء الثاني، هذه الأحداث لها رمزيات، يعني إيش؟ يعني كل حدث حدث للنبي يرمز إلى شيء، يخبرنا شيء. هنزين. رقم ثلاثة، لكل قصة ثمة دروس معرفية، قواعد، هذه القواعد عشانك أنت يلي تسمع القصة ويلي تكتشف الأحداث. ولذلك لما يجينا يوم ونقول فيه ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عشان أحتفل، ما عشان أسوي العزايم، ما عشان أروح باربيكيو، لا، عشان أشوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قدر يبني أمة بعد الهجرة، ما قدر يبنيها قبل الهجرة لكنه قدر يبنيها بعد الهجرة. ولذلك أصلاً وحدها كلمة هجرة هذه وحدها فيها سبحان الله فيها أخبار، لكن قبل ما ندخل فيها تذكروا أنه الله سبحانه وتعالى عندما يخبرك بمشهد، مشهد، لاحظوا الله تعالى يخبرنا في سورة التوبة الآية 40، إذا حد عنده مصحف في سورة التوبة الآية 40، إلا تنصروه فقد ماله، ثاني اثنين إذ هما يقول لصاحبه ماله لا تحزن. لاحظوا المشهد اللي صورنا إياه، قابلنا لقطة المشهد هذا بالذات، هذا المشهد يعني يريد الله تعالى ينقلنا تفاصيل الرعب اللي كان يعيش، معناته التغيير يحتوي على رعب. حط في بالك إذا تريد تغير وتريد تهاجر من مكان أنت تتعرض فيه للأذى إلى مكان أحسن، لابد أن تكابد الرعب. الشيء الآخر أيضا، لابد أن إيش؟ أن تعرف أن الأمر يتطلب منك تخطيط. النبي قبل ما يخرج ما خرج وخلاص، في خطة لازم يمشوا عليها. الأمر الثالث، أن هناك مسؤولية، مسؤولية التغيير هذه على من؟ شوفوا أنا قلت لكم الله تعالى قادر أنه إيش يسوي للنبي، النبي يطلب، وعند الله تعالى هو أقرب خلقه وأصفاهم وأعلاهم، لكنه في النهاية إيش؟ مع ذلك خلاه في موقف التحمل وموقف المسؤولية، أنت قائد. ولذلك يجب أن نتعامل مع الهجرة تعامل القادة، وليس تعامل الناس اللي هم إيش؟ الأتباع اللي بلا تفكير، تعالوا نحتفل، تعالوا نعمل ما أدري توزيعات، تعالوا نعمل ما أعرف إيش، تعالوا. أنا أتذكر كان جدي رحمه الله يعملنا المولد النبوي، وكان يقف شو يسموه هذاك المولد، الكتاب البرزنجي، أظن البرزنجي صح، هذا فيه مقاطع كذا، مشاهد لحياة النبي، فكان كل مشهد يخلينا كيف نقرأ، نمر احنا صغار وكبار، يجيب كل الأعمام والعمات والأحفاد، يصفنا كذا كذا في مجلس كبير ونجلس كذا ورا بعض، وكل واحد يقرأ مقطع، ثم يقولنا
انتبهوا للمقطع مو فيه، ركزوا فيه، واحنا صغار. فكان يعني ايش، كنا نسمع كل مقطع بشيء من التأمل، لدرجة انه يعني بعضنا يبكي لانه ايش، يتخيل المشهد ويشوف الدروس اللي موجودة فيه. طيب البعض ايش يسوي للأسف الشديد؟ مثل هذه المواقف يحتفل بها وفقط، لا، في ثمة دروس. ولذلك أنا قبل إن شاء الله، قبل ما أتكلم عن هذه الدروس، وهي ثلاثة أشياء أساسية، ثلاثة أشياء أساسية إن شاء الله راح نناقشها اليوم. أنا كيف أتغير؟ أنا لو في مكان، وهذا المكان للأسف الشديد، تعرفوا أنه في بعض الناس أحياناً يعني ضميرهم يتحرك ويقول ليش أنا نحب أن أكون نظيفة، بس البيت اللي أنا فيه ما نظيف، يصير. أو أحياناً بعض البنات الفتيات يعني تشتكي، تقول مثلا إن أمي لا دين لا صلاة ما أدري وإيش، لكني أنا أبغى أصلي. ليش؟ لأن تشوف مثلا زميلاتها، تشوف يعني ربيعاتها في المدارس مثلا، في سبحان الله تعالى يوفقها بصاحبة وخاطرها تكون كذا، لكنها ما تعرف كيف تتصرف. ولذلك التغيير أحيانا ممكن تكون الوحدة أيضا مبتلاة، إما بزوج، إما بأولاد، إما بإخوة، إما كذا وكذا وكذا. طب كيف أنا أتعامل؟ كيف أتغير؟ تعالي، طب الله تعالى يشرح لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، السنة النبوية فيها تفاصيل، يخبرش كيف النبي. هل أنت كنت مهددة بالقتل؟ سؤال اللي تقول أنا عندي مشكلة وما أعرف أغيرها، هل كنت مهددة كالنبي؟ النبي كان مهددا. هل كان يعني عندك السند، أو بمعنى أصح طبعا أقرب سند، أقرب سند مثلا للرجل زوجته، كان السند هذا موجود؟ لا، ما كان موجود. طيب هل كان ضمن قوة؟ لا، كانوا ضعاف مستضعفين. يعني اللي تقول أنا ما عندي قوة وأنا ضعيفة، معناته هي ما شايفة شيء، بمعنى أنها مستسلمة للوضع. لكن الهجرة تريد تقول لك إنه ترى الهجرة مسؤولية شخصية تعود لك، وعدم التغيير. ها، شايفين الآية؟ لما توفاهم الله تعالى تسألهم الملائكة مالكم؟ ليش يعني كفرتوا؟ ليش بقيتوا في المكان اللي انتوا فيه؟ قالوا كنا مستضعفين. هذه حجة؟ لا تقولي أنا ما عندي قوة، لا تقولي أنا ضعيفة، لا تقولي كيف أغير. الإنسان اللي يقول كذا معناته ما فاهم هجرة النبي مو فيها. واليوم إن شاء الله راح نفهم ما السر في هجرة النبي، وكيف استطاع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إنه هو يتغير من حالة الضعف إلى أن تكون قوة، إيش، يفتح مكة وتكون، يكون أهل مكة مالهم هم المستضعفين. شوفوا كيف انقلبت الآية، كيف كذا صار. الهجرة من كلمة هجرة. طيب هجرة هذه أنا أريد نقسمها شوية إلى قسمين، أنا ما راح أشرحها حرفيا حرفيا لأنه ذا شوية بيتعبكم، بس هنا ناس ما العلم الحرفي يحبوه هذا الشيء إن شاء الله. هجرة، الفعل هجرة من الهجرة، من الفعل هجرة. تعالوا نقسمه حرفين وحرف، كيف تجي؟ هج وبعدين راء، صح؟ كلمة هج، ها؟ هج وش يعني معناته؟ ايش اللي ايوه طلعه مالها، مو شكلها، ما نوع الخرق اللي خرقها. كلمه هج هروب، هروب لانقاذ ماله، نفس صح. يعني كلمه هج انا هجيت، بمعنى انه اصبح المكان اللي انا فيه لا يطاق، لا يحتمل، يشكل بالنسبه لي منطقه تهديد. عندما تشعر إنه هذا المكان أصبح مكان تهديد، لابد من هج، يعني لازم أنت تطلع طلعة مالها. وطلعة كيف تكون؟ كلمة هج يعني ويش؟ بدون تحضير؟ أيوة، معناته هجة محترمة، لأنه كلمة هج يعني ما فيها إيش؟ ما فيها تراجع. لما أهج ما معناته عشان أتراجع، ولذلك الهج هذا لابد له من حركة، وهذه الحركة حرف الراء، هج الراء. الراء أصلا من الحروف التي تدل على الرفع، معناته أنه الهج اللي بسويه عشان أحقق رفعة،
عشان أحقق حركة نافعة، عشان أحقق الهدف اللي أنا أريد أحققه. مثلاً أريد أحقق حمايتي، أنا كنت في بيت مهددة فيه بالقتل. في بعض الفتيات يتصلوا مثلاً بالتنمية الاجتماعية عندنا، يكونوا معرضات فعلاً، يعني أحياناً والعياذ بالله يحصل تحرشات، يحصل أذى، وأحياناً من المحارم، فتشتكي تقول أنا ما أريد، فيأخذوها يعني الحكومة تأخذها هذه البنت وتأويها. في حالات كذا ما قالت أنا ما أقدر أعيش عن ذا، لا، هي تريد البيئة النظيفة، تريد البيئة السليمة، البيئة اللي تخليها تحس بكرامتها. طيب الآن هج الراء، بمعنى أنا لازم، كلمة هجرة مكونة من قسمين، الهج تدل على حركة فورية لا بد لها إيش من تحضير واستعداد، أما الراء يعني أقوم بحركات نافعة رافعة. فالهجرة هي عبارة عن حركة من مكان ماله، مكان غير ملائم يشكل لي خطر، إلى مكان آمن أستطيع أني أنا أنجز فيه. طيب هل هذه العملية بسيطة؟ لا، ولذلك الهجرة أصلاً غير عن السفر. لاحظوا الهجرة تختلف عن السفر، الهجرة معناته حاجة اضطرارية فيها اضطرار وفيها زلزلة، وجود حرف الجيم دليل على وجود زلزلة، وهذه الزلزلة لابد أن تختفي، لابد أن تختفي الزلزلة، وإلا إذا بقت الزلزلة هذه أو الخوف أنت ما رح تعمل شو، ما رح تعيش بخير. طيب الآن فيه ثلاثة أمور لازم إحنا نركز عليها في الهجرة، والهجرة أيضاً قبل ما نركز على الثلاثة أمور تعني التغيير، يعني إنه أنا أغير من مكان ما مناسب لي إلى مكان مناسب لي أو أحقق فيه اللي أريده. طيب كيف يا رب؟ كيف نهاجر يا رب؟ يعطينا الآن صورة، يقولنا إلا تنصروه، ها يشرح لنا إنه ترى في عملية الهجرة وفي عملية التغيير اللي أنت تريدها ترى في تحديات بتواجهك، في تهديد بيواجهك، وهنا الله تعالى يريد يقول لك إنه اثبت اثبت، لأنه أنت لما تنتقل من حاجة سيئة إلى حاجة حسنة تريد أن تنقذ بها حياتك ما تخاف. الآن حبايبنا اللي في سوريا مثلا، أو أحبتنا في فلسطين، أو أحبتنا في السودان، أو في أي بلد منكوب، لما يهاجروا بعض الهجرات تكون بدون تخطيط، إيش اللي يصير؟ ما في ناس غرقت، في ناس ماتت، ما اكتملت الهجرة مالهم. ليش؟ لأنه بس بغيض نهاجر وخلاص. لكن مثلا على سبيل المثال الهجرة اللي جالسة تصير الآن مثلا في فلسطين فيها إيش؟ فيها تخطيط، فيها مبالغ يدفعوا، في أشياء يدخلوا على أساس يخرجوا من بلدهم إلى مصر مثلا بطريقة قانونية، لكن في بعض الدول لا تتوفر لديهم هذه الفرصة، فيصير إيش الهجرة مالهم؟ تصير عملية عشوائية، ويعيني إيش يصير لهم بعد ذلك؟ تحدث وفيات ويحدث إيش؟ لكن الفكرة هنا إيش صار؟ اتخذوا الموقف ولا ما اتخذوا الموقف؟ هؤلاء اللي هاجروا وماتوا من أجل إنقاذ حياتهم، في بالكم هذولا عند الله كيف؟ لهم مقام كريم. ليش؟ ليش؟ لأنه فررت من قدر الله إلى قدر الله، بس ما قلت أنا ما بيدي شيء، ما جلست مكاني، لا، فررت من قدر الله إلى قدر الله، غيرت باللي أستطيعه بالإمكانيات اللي معي، ما يمنعني الخوف من أنه أنا أنتقل. طب حياتك تتعرض للخطر، لا، أنا أريد حياة أفضل، أنا حياتي أشد خطراً في بقائي. طيب الآن في ثلاث حروف في كلمة هجرة أو الهجرة، طبعاً التاء المربوطة ما نحسبها، الهاء حرف الهاء وحرف الجيم وحرف الراء. حرف الهاء له ثلاث قواعد. الهاء أول شيء اسمه حرف الاستقرار، حتى أنت لما تقول صح؟ لحظة إيش؟ لحظة استقرار، خلونا ارتاح قبل، فهمتوا؟ الهاء لما ننطقها هي حرف استقرار،
ولذلك في جزئية هنا مرتبطة بالاستقرار. أول شيء اللي لازم نعرفه في 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 حرف الهاء وفي الاستقرار، لمن تستقر مسؤولية التغيير الخاص بك؟ أنا. إذا الرقم واحد، لمن تستقر مسؤولية التغيير؟ أنا المسؤول عن التغيير، موضوع يخصني أنا، من مسؤول عنه؟ أيوة. لذلك الناس اللي تبغى التغيير يحدث عن طريق تغيير الآخرين، قل ليش لا أنا بنتظر. يعني كثير ناس عاشت في أزمات وفي علاقات سامة بسبب وش؟ قالت ليش ماشي شيء ما سويته. يعني بعض الأخوات تقول أنا زوجي مثلا نوعيته كذا عصبي، أو نوعيته مثلا ما يشكر أو كذا، أو دفش. طيب مشكلة الحريم يعاني من الزوج الدفش، وإحنا عندنا للأسف الشديد الدفوشية ببيسة خاصة عندنا. يعني لا، هو الرجل الشرقي كذا، بس أنا عارفة ما أدري، أخاف عاد بعدين اللي يتابع ولا تسبينا عيني. لكنه للأسف الشديد، وإن كان في وعي، يعني بنصلح نحاول الموقف، وإن كان في وعي الآن شوية، لكنه أغلبهم، ما أقول إنهم هم قاسيين، ما أقول إنهم، لكنه ما عندهم قدرة على التعبير ولا فهم. يعني سبحان الله الطبيعة الخشنة اللي فيهم فما يعرفوا. ففي بعض النساء تقول ليش أنا أجيب له هدايا وأحاول أنا اللي أبادر، هي كل اللي تفكر فيه إنه هو يتغير، ولذلك تجد إنها تبذل جهد لسنوات وفي النهاية تقول فرت، ما نفع معاه شيء. هدايا وجبت له وعلمته كيف يتكلم وعلمت، أنت تريد تغيري هو عشانش، لكن الواقع أنت اللي ما راضية تتقبلي إنه هذه حقيقة هذه الشخصية، وإنه أنا اللي يجب أن أتكيف معها، أنا اللي يفترض أتعلم كيف أتعامل مع هذا النوع من الشخصيات وليس العكس. هي كان كل تركيزها إنه يتغير، ولذلك تجد إنه أغلب النساء تفشل وتقول ليش ما صار شيء، ما صار تغيير. لا، يعني تغيير بسيط، ما يحصل تغيير كبير، لأنك أنت قاعدة تغيري إنسان لا تملكين مسؤولية تغييره. طب أملك مسؤولية تغيير من؟ تغييرك أنت فقط. لذلك الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ما أنت أيها النبي المكلف بتبليغ الرسالة، إذن أنت المسؤول. طب يا رب أنت اللي أمرتني. أيوة، بس أنت المسؤول، ما أنا هكافئك، لكن العمل أنت من يقوم به. فنبي الله تعالى هو المسؤول، كان ما قال يا رب يعني جيب لي البراق اللي في الإسراء وبهاجر فيه، لا، يذهب مشيا. طيب رقم اثنين، لماذا تتغير؟ الهاء استقرارك، لماذا تتغير؟ أتغير لنفسي ولا أتغير هربا؟ كيف بعض الحريم مو يسويان، طفرانة من أولادها، طفرانة مصدعين بها، مو تقول لهم سيروا انتوا وابوكم خارجة من البيت، صح ولا لا؟ وين رايحة؟ ما تعالي سيروا، ما خليت لكم بيت حالكم، سايرة مو باغي لي، ولا حين نقول هي سايرة حيت مقبور بليس، ها؟ رايحة بمبي بعد زين. حق، لكنه هل هو فيه تخطيط؟ لا، هي فقط مسألة هروب، لكنها ما تعتبر تغيير. طب إيش التغيير؟ كيف يكون؟ مفروض أنا لما أخرج مقرر، وقلنا اسمها هج، معناته أخرج لتحقيق الأحسن، ما أخرج بس عشان أفتك، لا، أنا أخرج عشان أحقق هدف، طيب أحقق غاية. ولذلك كانت غاية النبي من الهجرة وإيش؟ الله تعالى. كانت الهجرة تنفيذ لأوامر الله تعالى، فكانت هو هذا السبب. طيب رقم ثلاثة، إلى أين؟ الاستقرار أيضا، هين باغي تستقر؟ لازم تحدد وين تريد توصل بالضبط. فهو اختار المدينة منورة، اختار المدينة منورة، حتى أنه الناقة التي كانت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ركوها عشان تحدد المكان اللي يستقر فيه. إذن معناه ثلاث أمور، أول شيء من المسؤول، تستقر على من المسؤولية؟ هاء.
رقم اثنين، لماذا تريد التغيير أو لماذا تريد أن تهاجر؟ ولذلك إذا كانت الهجرة إلى الله ورسوله فالهجرة إيش؟ وهذه في الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته لله ورسوله، شوفوا حتى قال هجرته ما قال نيته، يعني الحركة اللي تصير يفترض تكون من لله تعالى. رقم ثلاثة قلنا، رقم واحد اللي هو من المسؤول، رقم اثنين لماذا أهاجر، رقم ثلاثة إلى أين أهاجر. أحدد أنا التغيير إلى وين بغي أصير، وين بغي تروح أنت، وين بغي التغيير. مثلا واحدة خلينا نقول عندها مشاكل مع زوجها أو مشاكل مع أولادها، طيب أنت تريد تحققي تغيير، وعلى فكرة التغيير لا يحدث إلا إذا كان عندي ألم، إذا ما عندي ألم ليش أتغير؟ أموري طيبة. التغيير ليس عملية يعني موديل أو موضة، مش موضة، لا، التغيير يجبرنا على، حتى اسمها هجرة مثل ما قلت لكم، هجرة مش سفر، السفر اختياري، لكن الهجرة ليست حاجة اختيارية تفرضها علي الظروف، تفرضها علي الأحداث. طيب نجي على حرف جيم، هذا حرف الهاء، حرف الجيم، الجيم هي كل هزة تواجهها أثناء عملية التغيير، أثناء عملية التغيير خلاص تطبق، وهذه الهزة يجب أن تتوقعها وتستعد لها. يعني كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج، أول شيء مشاعر الحزن، صح ولا لا؟ إنه أنا أترك إيش؟ وتعرفوا لما إنسان يعمل شيء وهو حزين ترى ثقيل عليه الأمر، يعني ما مثل واحدة، تعرفوا مثل بعض البنات يوم تتزوج وفي الكوشة جالسة الضحكة من هنا لهنا، حتى لدرجة إنه الحريم الكبار يقول شوف البنات بوتة وكيف عينهن قوية، صح ولا لا؟ ضحكتها من هنا لهنا، ليش فرحانة؟ هي فرحانة فكة، فكة ما حزينة. وشام البنات يا عيني أول ما يقولوا خلاص بيدخلوها السيارة ما تتحرك من الخوف من الحزن، فيصبح تصبح الحركة ثقيلة. ترى عملية الانتقال لما أكون أنا في مكان يعني معتاد علي، وفي مكان أنا يعني عايش فيه بتربي وعايش فيه ما سنة وسنتين يا جماعة، 50 عاما، 50 عام. ترى لما هاجر وأنا عمري شهور غير لما أنا هاجر وعمري 50. على فكرة دائما تجدوا إنه الناس الكبار في السن ترى حتى لو تلاحظوا حتى إحنا يعني مثلا جداتنا وكذا حتى البيت ما يبين طلعا منه، ارتباط عاطفي كبير، فعنده ارتباط عاطفي كبير بالأرض بالمكان، هذه بلدي، هذا المكان اللي أنا عشت فيه تربيت فيه، إلي ذكريات فيه، أهلي، كل شيء، الطباع، الأشياء اللي اكتسبتها منه، فإنه أنا أطلع من هناك وأطلع إيش وأنا في داخلي حزن. والشيء رقم اثنين خوف، لأنه إيش؟ في تهديد ووعيد بالقتل. طيب هذه الهزات هل هي هزات مستمرة؟ مؤقتة، فالله تعالى يخبرك أن في الهجرة ثمة هزات، لكن ما تخاف، هزات مالها مؤقتة، ما تخلي هذه الهزات توقفك. ولذلك النبي هل وقف؟ عشان كذا النبي قال لصاحبه ماذا؟ لا تحزن، يريد يقول له لا بس، من اللي هو أصلا حزين أكثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا المواساة من وين جات، يقول له لا تحزن، وهم إيش اللي يراقب هذا واللي تابع الآثار كاد إيش أن يعرفهم ويكشفهم، متخيلين الزلزلة والموقف؟ أريدكم بس تشوفوا أنتوا واحد مطلوب للقتل يقتل ثم يهرب في كهف، هذا الكهف مكشوف، مكشوف من الأعلى، مكشوف، لو بس كبس كذا بيشوفهم يبينوا، سبحان الذي أعمى عينه وما خلاه يكبس ولا حتى يسمع نفسهم. هذا الله تعالى يريد يخبرك إنه إذا أنت تريد تغيير
ستأتي هزات داخلية والقيم يعني هذه الهزات الأرضية هذه مو تكون عادة داخلية صح؟ هزات من تحت الأرض لكنها تبقى فترة؟ الهزات تكون أصلاً حتى دائماً أقول لش لمدة ثواني ومع ذلك خطيرة طبعاً تحدث دمار. لكن الله تعالى يريد أن يخبرك إنه هذه الهزات مالها؟ هزات ستهزك في رحلة التغيير لكن اطمئن ما تخاف لأن مالها هتروح، المهم أنك إيش؟ تستمر. ولذلك كلمة هجة بمعنى أنه ثمة زلزلة شعورية راح تتعرض لها، راح يجيك حزن لأنه مثلاً واحدة إذا قررت مثلاً قررت أنها تترك هذا الزوج ما تقي في نفسها العشرة، ما تقي في نفسها خاصة إذا كان زوج مثلاً صار له 20 سنة 25 سنة متزوجته، أنها تقرر أنها تهجره أو تخلعه ترى ما سهلة. ومع ذلك هي تفعل ذلك لماذا؟ لأنها تريد تنقذ أولادها، تريد تنقذ نفسها من شره مثلاً. هذه معناتها هذه المرأة ما تجلس تتذكر تقول الأيام كذا والأيام كذا، العشرة ترى ولا تنسوا الفضل بينكم، العشرة ما تتنسى. ومع ذلك الله تعالى يخبرش إنه هذا الحزن اللي ممكن تتعرضي له، الخوف الألم القلق، هو مسألة وقت لا أكثر وستذهب. طيب الراء، حرف الراء عندك سؤال؟ عفوا تفضلي بس علي صوتك عشان نسمع بس. طبعا طبعا هم يتعرضون لنفس ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ومرابطتهم أيضا تعتبر صبر لأنه أحيانا الواحد مرابط لأنه لا يملك خيارا. لكن هذا ما معناته أنه هو يجلس مكتوف اليدين، إحنا نجد أهلنا في فلسطين العبادة مستمرة والبناء مستمر، للعلم التعليم ولو بأبسط الأشياء يتعلمون، معناته حركة البناء عندهم ما واقفة، الزواج مستمر، الإنجاب مستمر، الحياة هنا مستمرة. وهذا شيء مختلف، هنا معناه عندهم مرابطة وهذه المرابطة يؤجرون عليها طبعا. والذي هاجر لا 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 يؤثم، على فكرة اللي هاجر ما يقول انه ما في خير لبلده، لا انا فررت من قدر الله لا قدر الله. حتى هذه الهزات يعني مؤقتة، لازم التغيير يحتاج لوقت، يحتاج لصبر وعزيمة وإرادة بالضبط، هزات قوية صح؟ صحيح. يفتحها الله، يفتح الله الطرق والأساليب وكلها، لكن الأهم شيء إنه أنا أفعل هذا الشيء إما لحماية نفسي أو أريد به وجه الله. وأنا سبق وقلت إنه أي شيء تفعله لنفسك هو لله، يعني أي شيء أنا أفعله لخدمة نفسي ورفعة نفسي هو لله، لأن الله تعالى لا يريد منك إلا نفسك، يريد مصلحتك أصلاً. فلما أنت تفكر في مصلحتك معناتك أنت تريدها لله. طيب نعم كانت الفرصة موجودة و... نعم يعتبر كذلك، لأنه أنا مثلا عندي فرصة أنه أنا أحمي نفسي، ترى الله تعالى يقول ألم تكن أرض الله واسعة. لا شوفي في فرق بين أن يكون لدي فرصة وبين أن يكون ليس لدي فرصة، ما عندي معطيات. يعني أنا أعطيش مثال مثلا في إخواننا في فلسطين، الأب ممكن أنه يخرج بس الطفل ما ممكن يخرج، طب من يجلس مع الطفل؟ هنا هو جاته فرصة بس الفرصة هذه ما كاملة، ما ينفع يخلي الطفل، يعني مثل هذا النموذج. هنا الحالة لابد أن يرابط. أيوة بس الأغلبية حصل فرصة الفرار، من سيبقى في أرض المعركة؟ من سيبقى في أرض المعركة؟ ما هو في ناس لابد أن ترابط وفي ناس جالسة تحارب هناك ومرابطة، في ناس جالسة تحارب ومرابطة،
بس في ناس ما تملك أدوات المرابطة. يعني الله تعالى في النهاية لا يكلفك شيئا أنت ما تملكيه. يعني اللي هاجر أصلا أنا ما أملك أدوات الدفاع عن نفسي، وأيضا أنا مهدد بخطر الجوع، وممكن في ناس أيضا مهددين نفس الشيء عندهم أمراض. يعني حتى أغلب الناس أصلا اللي هاجرت هم ناس عندهم مشاكل صحية وعندهم ظروف صحية. اللي بقى هو اللي بإمكانه أنه يبقى بصحته بعافيته، أو ألزمته الظروف، بمعنى أنه أنا أقدر أطلع بس أولادي ما يقدروا يطلعوا، أو أولادي يقدروا يطلعوا أنا ما أقدر أطلع. وفي ناس فعلا يعني في قصص اضطروا أنهم يجلسوا مثلا ويسفروا أولادهم. هذيك المرة قصة صحفيين أولادهم في مصر وهم لا، هذا اضطروا أنهم يرابطوا لأنه ما يملكوا خيار، يعني بالطرق اللي موجودة ما يملكون خيار فهم مرابطين. في فرق. والدليل على ذلك أيضا أقولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهدد في العشر سنوات، ترى هو ما كان مهدد بس آخر سنة، لا هو من بدأ الدعوة وهو مهدد، لكن هيوصل مرحلة لابد فيها خلاص لما يوصل كما يقولوا إيش تبلغ القلوب الحناجر، خلاص أوصل مرحلة ما عندي خيار، ما عندي خيار. وعشان كذا لما أقول أنا الوحدة أنه مثلاً عندش مشاكل في البيت، ما معناته تروح تقولي خلاص أنا اليوم خضيت درس في الهجرة. سارة أقول لك أنا اليوم خضيت درس في الهجرة، يلا باي باي، ومخططة ومسوي. لا لا لا، شالة شنطتي وطالعة بنت الحلال، هي نتفاهم بس خلاص أنا اليوم قالولي التغيير. لا لا، ما بهذه الطريقة. لازم تقيسي الأضرار والمنافع. لا تكون الهجرة يعني لا تكون الهجرة إيش واجد حريم شكلهم بايات سويا خذوه فغلوه. الله المستعان، أقولكم هذه ما ننقلها في اليوتيوب. هذه بتسوي مشاكل. لا 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 أخواتي، لا عاد أنا ناقصة يا صفية، لو تعرفي بس خليني بس ساكتة. طيب الهجرة هنا لابد أن يكون سبب خلاص، بحيث أنه تستحيل، يعني يستحيل أنه أنا أبقى في المكان اللي أنا فيه، وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تحتمل، أو بمعنى صح حياتي فيها مهددة خلاص تهديد. طيب إذا كانت الجيم تدل على الزلزلة الخفية، الراء تدل على ماذا؟ قال لك الراء تدل على حركات تعمل عملية إيش؟ رفع. وحبيت يعني أنا الشيء الجميل في الشعب السوري شيء، والشعب الفلسطيني يعني سبحان الله، والشعب اليمني على فكرة يعني سبحان الله، هذه الشعوب فيها شيء مميز. تعرفوا إيش هو؟ التنوع عندهم في المهام وتنفيذ المهام. تحطيهم في أي مكان يتعلموا بسرعة، ومثل ما يقولوا إيش، من لا شيء يصنعون شيء. إيش يعني من لا شيء يصنعون شيء؟ يعني مثلا في على سبيل المثال في تركيا، من ناسك التجارة هناك؟ السوريين ما شاء الله عليهم، فاتحين، وإحنا عندنا هنا في عمان فاتحين محلات وفاتحين بيوت وعايشين تماما كأنه في بلدهم. يكافحون يعني إيش؟ يعني معناته هم جالسين يقوموا بحركات نافعة. ما هي الهجرة؟ الهجرة لابد من هج للراء، يعني لازم يحدث معها حركة نافعة. وكذلك النبي لما هاجر وهج كما يقولوا من مكة، بدأ بحركة إيش؟ إصلاح، وحركة بناء، وحركة إعمار، فسن إيش؟ السنن والقوانين، فبنى أمة، ثم حقق إيش؟ الفتح. ولذلك الهجرة الأصل في النهاية توصل إلى الفتح. لذلك حرف الراء يدل أيضا على ماذا ستقوم، أو ما الذي ستقوم به بعد ذلك من نفع يحقق إيش؟ التغيير اللي تريده. ما أنا هاجة ليش؟ ما عشان عندي ألم، عندي معاناة في الجانب الآخر. طيب أنا هاجرت ليش؟ ما عشان أحقق حياة أفضل، فرصة أفضل، تغيير أفضل. طيب لازم تبذل مجهود.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما راح من مكة إلى المدينة ونام، نام؟ لا، قال بس استرحت وما حد الحين يهددني؟ لا لا، الآن تبدأ قصة التغيير. الهج هذه في صوب، الراوحدها في صوب، الآن بدأت قصة التغيير، الآن سيحدث التغيير. كيف أسوي؟ لابد من خطط بناء. وهذا يعني سبحان الله تعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، ترى الله تعالى لما يقول إنه يجعلك خليفة، ما هي خليفة بمعنى إنه تأكل وتشرب، لا، بل أكثر الناس بذلا للجهد، وأكثر الناس بذلا إيش؟ للعمل، وأثرا في الأرض. ما تحسب إنه كونك خليفة، لا، على بالهم خليفة يعني أنا سيد، يعني أنا إنسان، يعني أنا كما يقولوا بالعماني عندي قرون ما حد كماي. لا لا، لابد أن تبذل الجهد، لابد أن تعطي، لابد أن تقدم، لابد أن تعمل عمل يصل إلى النتيجة. هو ترى رايح لماذا بالضبط؟ طب النبي خرج من مكة فسحة؟ لا، ما راح فسحة، خرج في هدف تبليغ الرسالة. في ذا المكان تبليغ الرسالة ما نفع، لابد أن نغير المكان. ولذلك الهجرة هي تساوي التغيير، والتغيير يعني متى يحدث؟ عندما أشعر بأنه وصلت أقصى مراحل الألم. إذن ثلاثة أمور كذا نرجع لها: الهاء استقرارك، من المسؤول، لماذا تتحرك أو تتغير، إلى أين تريد أن تذهب في هذا التغيير. أما الجيم، اعرف أنه في رحلة التغيير لا بد أن تكابد، فلازم تكابد مشاكل، تحديات، مخاطر. والله سبحانه وتعالى وصف ذلك في مشهد الغار. رقم ثلاثة اللي هو الراء، لا بد أن يكون لك حركة رافعة نافعة حتى تحدث التغيير اللي أنت تريده، وبالتالي هكذا تكون هاجرت إلى الله ورسوله. إذن الهجرة إلى الله ورسوله دائما يتحقق معها النفع للعلم. أما إذا كانت الهجرة، وانتبهوا لذلك، لم تكن لله ورسوله، عرفوا أن تسوي انتكاسات. أعطيكم مثال بسيط لامرأة تقول نفس الشيء كذا، هاجرت ولكن الهجرة كانت أو حاولت تغير، و تريد تغير بمعنى أنه عندها مشكلة مع زوجها فخلعته، لكن بعد ذلك ندبت ورجعت. السؤال هنا، ليش رجعت الوراء؟ الهجرة مالها مو كانت ما مكتملة، كانت هروب، كانت هروب. لكن أنا أيوة بيك ساعة كانت ما طايقة وخلاص قررت، والدليل أنها تراجعت، وتراجعت وتشعر بالحزن وبالألم، ما إشكال. في فرق، لما أنا هاجر لله ورسوله يعني أنا أهاجر معناته ما أرجع انتكس، ما أرجع أتصرف نفس التصرفات. خلينا نقول على سبيل المثال، أيضا أنا أمارس بعض العادات السيئة، مثلا أنه عندي نوع من أنواع اللي هو أنه أنا أكل الأكل السريع، هذا سلوك. فأنا كيف أهجر عادة الأكل السريع؟ ففي ناس إيش تسوي؟ تترك الأكل السريع. ليش؟ لأنه الناس قالت لها تراش صرتي دبة، تراش صرتي كذا، تراش كذا، بس هي ما مقتنعة. هي عشان ويش؟ عشان تسكت الناس راحت عملت إيش؟ ما سويت تكبيب، ما سويت تكبيب، سويت دايت، ما عنده فلوس سويت تكبيب، سويت دايت، نزل وزنها وأمورها طيبة وماشية مدة سنة. وترى نعرف نماذج وماشية مدة سنة، ها؟ بعدين مو صار دبل، أسوأ. ليش؟ لماذا؟ قالت حتى لما سألتها أنت ليش أصلاً، ليش تعبتي وسويتي هذا الشيء؟ قالت الكلام السم اللي أسمعه. أيوة صح، تصير. فإذا كنت تعمل تغيير بس عشان الناس أو عشان الآخرين أو عشان تهرب منهم، اعرف إنك بترجع تنتكس. لكن عندما تكون الهجرة، وهذا خذوها قاعدة حتى في حياتكم، أي عمل تريد تتغير فيه، ضع الله تعالى نصب عينيك إنه أنا أفعل هذا الشيء لمصلحتي، أحقق فيه نفع.
إذا هذا النفع ما واضح عندك لا تهاجري ولا تعملي تغيير. يعني أنا ما عارفة أصلاً ليش جالسة أسوي ذا الشيء، بس لأني طفرانة، مثل ما قلت لكم، مثل الأم اللي طفرانة من أولادها راحت وخرجت. طب أنتي يعني مرتاحة؟ يعني في شيء بتسويه؟ قالت لا ما أعرف. وتلقيها رايحة، رايحة عند جارتها، وجارتها عندها مصايب، وهذه إيش كما يقولوا التم المتعوس على خايب الرقة. وإيش صار؟ هذه تشكي همها وهذه تشكي همها، في شيء مفيد جالس يصير؟ رقعت البيت مكانها مشحونة دبل. فهنا الهجرة إيش؟ لكن قصة المرأة التي أخبرت بها واللي قالت إن زوجها نفس الشيء كان معذبينها، أنا ما أعرف ليش واجد أجيب قصص الأزواج والزوجات الله يسامحكم، لكن من كثر ما أسمع. تقول هذه المرأة زوجها هكذا يعني عصبي ومؤذي، يعني سبحان الله. فتقول جاء وقت المحاضرة، جاء وقت المحاضرة، فقالت وهو عصبي وحالته حالة يعني وجالس يتنازع، فقالت أنا بخرج من البيت. وهي خارجة عند الباب إيش تقول؟ يا رب بردا وسلاما، أنا رايحة عشانك الدرس، وهي مثقلة من الأذى. تخيلوا لما رجعت مشافت تماما ويعتذر، ولا مجهز لها قهوة. ها؟ ما حلم حقيقي حقيقي، هي نفسها حقيقي، يعني هي فعلا قالت النية أنا خارجة من هذا عشان ويش؟ عشان يا رب، عشان أنا خارجة داخل هذا الدرس. فبردا وجارتها ما في وادي، إذا قلب لي يومي ما أروح. لكن شوفوا هي إيش مشاكل، هذاك معصب ويهدد ومع ذلك قالت أنا أروح، وصايرة بينهم ما أعرف كلاش ولا ما أتذكر القصة كاملة، لكن تقول من خرجت وحضرت المحاضرة وكأنه شيئا سكب على قلبها، رجعت البيت الزوج يعتذر منها على الشيء اللي سواه، وفوق كذا مجهزة القهوة، فلانة تأخرتي أنا مسوي لك قهوة. هي بقيت طبعا مدهوشة وتدهشينة من 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 إيش؟ من أمر الله. لا هذا ليش؟ لأنه هي هنا إيش تريد؟ الله تعالى، ما كانت تريد شيء ثاني، وتوجهت لله تعالى. وكذا الأصل، كذا الأصل، لما أنا أريد أعمل تغيير لما يكون لله تعالى، على فكرة أول شيء راح يكون مستمر، مستحيل ترجع الوراء. لا تزل قدم بعد ثبوتها، ولا ثبات إلا مع الله. فأنت إذا باغية حركة تعملي أو تغيير اعمليها لله، أي اعملي وأنت تريدين بها وجه الله، تريدين بها صلاحك، تريدين بها رفعتك، تريدين بها إيش؟ إنك أنت تكوني في أحسن حال، ما تريدي بها مصلحة دنيوية ولا أي شيء. طيب ما الذي سيحدث؟ استمري في العمل، وإذا استمريت وجدت النتيجة، وجدت التغيير اللي تريديه، بل أفضل مما تريدي. بس قربوا سووها بهذا والله لا يقرب، لكن اعملوها فعلا. يعني حتى وانت طالعة مثلا الحين متضايقة من البيت، قولي يا رب أنا طالعة إيش؟ من قدر إلى قدر، أنت تأمر به، انتهى الأمر وشوفي كيف يجي. لا لا احيانا والله تكوني معصبه على اولادك لانهم ما منظفين البيت، طلعتي وتروحي يا رب انا طالعه احضر بدل ما جالسه انازعهم، احسن لي اجلس في مجلس اذكرك يا رب وكذا، تلاقي الاولاد منظفين البيت. الامر ببساطه، ترى ما يحتاج يعني تحضيرات ولا تجهيزات. لما تريد الشيء من اجل الاصلاح الله تعالى يسرع لك اياه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، أسعدكم الله، يا رب نكون خفيفين عليكم، بارك الله فيكم، الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم.